هذه الصور المباشرة التي ننقلها لكم، هذه الصور لعمليات الإنقاذ التي ما زالت مستمرة حتى هذه اللحظة، حيث الجرافات تحاول إزاحة الحطام والركام، وهناك تركيز طبعا وفق البيانات والمعطيات للأهالي والمواطنين حول بناية ما في أي منطقة، بأن هناك قد يكون تحتها أشخاص على أمل أن يكون منهم ناجون. هذا أولا بالنسبة للأولويات. أيضا يتم التركيز على أكثر البلدات والمناطق تضررا، مثلا إذا تحدثنا عن الشمال السوري، جنديرس في عفرين بريف حلب هي من أكثر المناطق تضررا، بالتالي التركيز عليها بشكل كبير جدا. أما إذا تحدثنا عن بلدة الإصلاحية في غازي عنتاب في تركيا، فهي من أكثر المناطق تضررا، بالتالي هي منطقة منكوبة بالكامل. فهذه هي الصور التي لم تهدأ، طبعا عمليات الإنقاذ لم تهدأ، وحتى المتطوعين ومن وصل لمحاولة المساعدة وتقديم المساعدة بأبسط الإمكانيات، وحتى الآليات التي تم الاستعانة بها من قبل المساعدات. مثلا نائب رئيس التركي قال أمس بأنه أكثر من 100,000 شخص يشاركون في الإنقاذ حتى هذه اللحظة.